أصدقاء صراخ البلاد يشق الفضاء. أصدقاء تعالوا تعالوا نلبي النداء. كيف انطوي الحياة عبودية وشقاء؟ أيضل غراب الفناء يجوز الفناء؟ أصدقاء ونعم رجال الفداء أصدقاء، كم ضحايا أمام الرصاص قضوا أبرياء. نبئوا المستغلين لسنا أبو لقاء. مش بلادي على المقابل اللي شان سيعطي عبو على بلاده وعلى ولاده. أنا عندي واحد ضايزة وطنية خنشو بلادي زهرة ومستقلة الروح ديال تقدم على الحاجة وتعملها وتزيد فيها وتكونها وتمشي عبيها. ما كانش ماشي عند الناس كلهم، هذاك شي خلق الله. عطيت حياتي كلها لهاد البلاد وماشي غير بوحدي، بجانب إخواني من الشعب المغربي، ولكن ضحيت حتى بعائلتي، ضحيت بأمي وببا وبخوتي، جميع الأقارب كلهم ضقوا مرارة الاستعمار. أنا مقاومة في الصح، لم ديالي في المقاومة، ما علمني لا هذا لا ذاك، أنا مقاومة في الصح، أنا عن جيني جامي بسليمة. هذيك الروح الوطنية اللي طبعا هي اللي حركت محمد الخامس، واللي هي تخلى عن عرشه مقابل تحرير شعبه ودولته. احنا تلاميذه، وهيك الروح تحركت فينا وهي اللي جعلتنا نكون مقاومين. عمل جماعي، كل وطني غيور على هذه البلاد فكر في الوسائل اللي غادي يخرج بها الاستعمار. الريان احترموها ولا لا؟ ماشي ماتوا عليها، ماتوا عليها الشبان، حياتهم عطاوها لبلادهم، وماشي غير تكون شي مغنية تلويها عليها. ما عرفتش باش طلعت، الريان. رات مشى فيها شباب وشباب. في 30 من أكتوبر 1955 غادر محمد الخامس والأسرة الملكية مدغشقر نحو نيس، ومن ثم باريس، حيث سيمكث السلطان محمد بن يوسف بسان جيرمان أونلي إلى غاية 16 نوفمبر. وطيلة هذه الفترة كان يستقبل الوفود المغربية من مختلف المشارب التي تهنئه باسم كل المغاربة وتؤكد تعلق الشعب برمز الأمة والسيادة. جاء محمد الخامس الله يحمه، جاب لنا شي محمد بوستا تويدي، قال لك يا ودي خشوا وفد ديال العيالات حزب الاستقلال. مشيت عاغيت محمد الخامس لباريس، مشينا عنده لباريس، جا هو من صافط له اللجنة التنفيذية قطرة ما يجي وفد العيالات يسحب لك في السلامة. صافت هو للجنة قال لها قول لها ما تجيوش عندي بكساوي روميين، يجيوني بجلال بويض وشيلان بويض. أنا باش نصرفت الصحفيين يتعرضوا لهم والمصورين باش يعرفوا أن العيالات جاوا عندي من المغرب الحمد لله على السلامة. رغم ما تعرض له الملك محمد الخامس من غدر وخيانة على أكثر من مستوى ومن المقربين من بشاوات وقياد، وكان أبرزهم تهامي الجلاوي، إلا أنه واجه الخيانة بالعفو. موقف إنساني نبيل أبان عن الشخصية المتميزة للملك. ما رجع من المنفى الله يرحمه، زرناه في باريس، كان في سان جيرمان أون لي،
واحد من الحاضرين قال له مولانا جاءت الفرصة لنعاقب الخونة. قالوا احنا ما عندنا خونة في المغرب، ناس ضحايا الجهل وضحايا الضغط، المغرب في حاجة إلى أن يبني نفسه بأبنائه كيفما كانوا. عقب عودته إلى فرنسا بدأ الملك رفقة مدير ديوانه والناطق الرسمي باسمه الأمير مولاي الحسن بمفاوضات مباشرة مع السلطات الفرنسية التي كان يترأسها كل من مانديس فرانس وأنطوان بيني، فعبر بذلك الملك محمد الخامس عن المطالب المغربية الجادة من أجل نيل المغرب لاستقلاله، كما اشترك في هذه المفاوضات بعض رجال الحركة الوطنية المغربية. بعد أن مهد الملك محمد الخامس باب المفاوضات مع الجانب الفرنسي، جاءت لحظة النصر التي انتظرها المغاربة بشوق كبير، يوم العودة إلى أحضان الوطن الأم، يوم لا ينسى، حين حج ملايين المغاربة إلى مدينة الرباط من أجل استقبال ملكهم العائد من المنفى. فكان اليوم يوم عيد وفرحة بالعودة والنصر المظفر، استقبال جماهيري كبير عمه السلم والسلام الذي دعا به الملك محمد الخامس كافة أفراد شعبه، فكانت لحظة تاريخية أضحت موشومة في ذاكرة المغاربة. Comment vous concevez les futurs rapports entre le Maroc et la France? Le Maroc, pays indépendant et libre, je ne le conçois pas éloigné ou séparé de la France. Et au contraire, le fait que la France réponde aux aspirations et aux ambitions marocaines, loin de lui aliéner la sympathie et l'amitié de mon peuple, ne fera au contraire que rendre plus solide ces liens d'amitié fraternelle et très touchante que je veux se voir s'instaurer entre mon pays et la France. C'était un homme qui avait de la grandeur dans l'âme, n'est-ce pas, incontestable. Mais par exemple, il a très vite voulu oublier, et apparemment oublier le terrible traitement de 1953, son enlèvement, sa déportation dans des conditions d'une brutalité insensée. استمرت المفاوضات على الاستقلال مع فرنسا مدة 4 أشهر ليتوجه الوفد المغربي برئاسة مبارك البكاي ليحسم الأمر نهائياً مع السلطات الفرنسية من خلال توقيع وثيقة الاستقلال يوم 2 مارس 1956، وثيقة رسمية أنهت عهد الاستعمار الفرنسي بالمغرب. Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, laquelle implique en particulier une diplomatie et une armée, ainsi que sa volonté de respecter et de faire respecter l'intégrité du territoire marocain garantie par les traités internationaux. سقوط الاستعمار الفرنسي بالمغرب كان له نتائج سريعة، ففي ظرف شهر واحد سترضخ إسبانيا هي الأخرى بدورها للمطالب المغربية، حين توجه الملك محمد الخامس إلى إسبانيا ليعلن رسمياً نهاية الحماية على الأقاليم الشمالية، ليبقى استكمال استقلال التراب الوطني وخصوصاً الأقاليم الجنوبية مسألة وقت، خصوصاً وأن الملك كانت رؤيته عميقة وكان همه الشاغل بناء المغرب الحديث.
دخلنا بعد الاستقلال وهذه المرحلة الأخيرة ديالو الذي أبنى فيها عن جدارته بالحكم وبالعرش وعن مدى يعني تلاحمه مع شعبه واتفاقه معه وإحساسه بما يريد وما يحب وما يستطيع واللي سمى هو الجهاد الأكبر. مباشرة بعد عودة الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن بدأ ببناء صرح الدولة الحديثة وشكل أول حكومة مغربية من النخبة المثقفة والتي لا تخرج عن دائرة رجالات الحركة الوطنية اعترافاً لهم بوطنيتهم الحقة والدفاع عن المغرب الحر المستقل، فكانت بداية تأسيس أركان الديمقراطية. حقوق المدنية، حقوق يعني الظاهر مشهور 150 ديال حقوق يعني التجمع التعبير الصحافة إلى غير ذلك يعني، والوعد وإقامة يعني مجلس استشاري استعدادا للدستور، والعهد الملكي غادي يجي من بعد هادشي كله يعني الاعتراف للشعب بحقوقه وبواجباته. واجباته يعني لك أيها الشعب أن تمسك بأمورك بيدك، على أن تعمل، على أن تجتهد، على أن ينبعث من صفوفك من يتحدث باسمك بلسان يعني فصيح وبمنتهى النزهة والإقدام والتقوى. تجسدت الطفرة السياسية الواقعية في إنشاء المجلس الاستشاري برئاسة المهدي بن بركة، وهذا يدل على بعد نظر الملك محمد الخامس في إرساء قواعد الدولة الحقة. الدولة المغربية تحررت، خصها وسائل يعني حماية وسائل الأمن، وسائل الأمن اسمها وسائل الأمن، وسائل حراسة الحدود. إذن خص الجيش، خص الشرطة والدرك، هادو أول أمور يعني تكونت من بعد الاستقلال. هادو وسائل الدولة، ما كاينش دولة قائمة بلا هاد الأدوات. عقب حصول المغرب على الاستقلال من الحماية الفرنسية سيعرف يوماً مشهوداً آخر، 14 ماي 1956، يوم تأسيس القوات المسلحة الملكية، حيث سيسلم الملك محمد الخامس رئيس أركان الحرب العامة لواء الجيش إلى ولي العهد الحسن الثاني ليؤدي 15,000 جندي من مختلف الرتب القسم. وفي اليوم الموالي سيقام استعراض النصر، استعراض ضخم ستشارك فيه جميع الفيالق من مختلف التخصصات والتي أبانت عن قوة وتنظيم محكم سيظل سمته الجيش المغربي إلى اليوم. إنشاء الجيش المغربي كانت أول بوادر البناء في الجهاد الأكبر. Évidemment, il y a l'armée, enfin, l'armée comme bras séculier de l'État. Et la culture, l'une des réussites du protectorat, c'est d'avoir légué une culture professionnelle à environ 150 officiers et environ, c'est un ordre de grandeur, 2400 ou 2500 sous-officiers qui vont être le noyau créateur, l'ossature des forces armées royales. من الأكيد أن تطوير وتنمية المغرب على كافة المستويات كان يتطلب آنذاك أطراً حقيقية مثقفة وذات تكوين عالي، فالاستعمار لم يترك لنا إلا التهميش والفقر والأمية، لذا كان التعليم من بين الأولويات التي ركز عليها محمد الخامس للنهوض بأمة عانت من تبعات الاستعمار. محمد الخامس الله يرحمه اللي قالها في الخطاب أول ما دخل وقعد نقولوا 4 شهور 3 شهور، أمر على المدى الرجال يخرجوا، اللي خرج من الخدمة كل حومة عندها المدرسة ديالها، تيخرجوا من خدامهم اللي يدخلوا عند ولادهم يبدلوا حوايجهم في الخدمة ويمشوا يقراوا، تتسمع المدرسة بحال الحلقة ديال الرجالة، الدرب كيمشي ويجي تعلموا
هذوك اللي تيقريهم المعلمين والاساتذه تي كي بغيت نقول لك بغيت نقول لك تيقريو تي بحال تيكافحوا معاهم بلا فلوس بلا والو بلا اجره بلا والو تيقريوهم. اللي جا محمد الخميس عيط للجنه التنفيذيه ديال الحزب وقال لي عليا واحد الدين خصني نخلصو. قلت شنو هو العمشيه؟ قال هذيك الشهداء اللي ماتوا خصني الاولاد ديالهم نعمل لهم واحد المؤسسه ونكون انا تنمونها وانا تنقترح السيدات اللي جاو عندي فلانه وفلانه الباقيين يكونوا هما مسؤولين بديك المؤسسه ديال ابناء الشهداء. وغاتشيح من الكوار والسيده فلانه الطهيه. كاينين الوليدات وليدي والبنيات اللي دخلوا غير ولاد 4 سنين. شتي كنت عرفت هذا الشيء راه كنت جبت التصاور ديالهم. ولاد 4 سنين كلشي داكشي دخلناهم. 60 واحد. ما عرفوا كاينين العزاله كاينين ولاد 12 ولاد 13 ولاد 14 عام. واخا كاع داكشي كانوا سبحان الله العظيم كاين الخوت. عمرهم ما دابزو ما عمرهم ما تعايروا ما طبلع عندنا الصاله بحال هكا. الصالون فين فين ياكلوا ها البنات هاد الجهه الاولاد هاد الجهه بحال الخوت. البنات ما عرفوا يديروا شي بروبليم ولا شي تيجي خوها تيوري ليها. عمر هادوك البنات ما تقاسموا ولا دوك الدراري. كنا بنا 156 مغربي مسلم اجتازوا البكالوريا انذاك 156 مسلم و200 او ما يناسب 200 من اليهود. هذا هو البكالوريا المغربي 56. اذا لا شيء. كان عندنا جوج صيادله خمسه الاطباء شي بعض المهندسين بلوتو اجوان تكنيك كمهندس باستثناء سي محمد ديوري يعني اطال الله بالضفي عمره اللي كان متخرج من بوليتكنيك متخرج من بوليتكنيك ولما تخرج من بوليتكنيك عملوا له حفله في فاس مظاهره كانت في فاس لما يعني معنى انه فريد من نوعه ولا بد ان يحتفى به. Lorsque Sa Majesté le Roi revient au Maroc, lorsqu'il nomme le premier gouvernement, j'en fais partie. C'est Sa Majesté le Roi qui m'a dit « il faut que tu sois le ministre des Travaux publics » parce que c'était le ministère clé et qui non seulement devait conserver l'infrastructure qui existait, mais la développer. Et dès son discours du 18 novembre 1955, deux jours après son arrivée, il a dit « la grande bataille, c'est la construction du pays ». Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est rien du tout. Et comme exemple, pour mobiliser la jeunesse, pour insuffler cet élan. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la route de l'unité. سنة 1957 سيتم إنشاء طريق الوحدة باقتراح من المهدي بن بركة وبأمر من الملك محمد الخامس. سيتطوع الآلاف من الشباب المغاربة لربط مدينة تونات وكتامة على مسافة 80 كيلومتر. وطريق الوحدة اسم على مسمى، طريق شقته سواعد الشباب مؤمنة بمستقبل منطلقاته الجهاد الأكبر. تعرف الطرق كان كاين كثيره في المغرب ولكن هذه علاش اخترناها وعلاش مفيده؟ لجوج الاسباب. اولا لانها كتربط ما بين الشمال والجنوب وكتوحد الكسده ديال المغرب. وثانيا لانه درناها مدرسه فين جمعوا جميع الشبان ديال المغرب باش حلوا دماغهم وتعلموا هذه الافكار الجديده اللي غادي يوصلوها لمحلاتهم. يوم 9 يوليوز 1957 تاريخ يرمز إلى عيدين مجيدين في وجدان المغاربة، ويتعلق الأمر بعيد ميلاد مولاي الحسن والذي سيصبح تاريخ تعيينه كولي للعهد وحامل مشعل المغرب الحر المستقل المبني على أسس الديمقراطية. عقل على الناس عندنا في الخيام بانين لا خيام هاوك الوفود اللي جاونا في الحماده هنا عقل عليهم
ونعقل على جمالهم اللي جابوا والوفد اللي جابوا فوت أسبوع عندنا إلين اجتمعت الناس في الصورة ما زالت في عيني. ومنين بدأت الناس تتهيأ للمحمد الخامس مشات الناس أول وفد، أول وفد في الصحراء الحبيب ود البلال القائد الحبيب ود البلال جاء من المنطقة الشرقية، هو بالشيخ ومحمد سالم التخيل وابو التخيل ومحمد العريبي وقياده للصحراء كاملين، وقدموا البيعه لجلاله الملك محمد الخامس. منين قدموا له البيعه قال لهم انتم ايش بغيتوا يا اهل الصحراء؟ قال له بغينا نحرر بلادنا من الاستعمار. تحيد تراب الوطني، تراب الوطني المغرب. وهنا هذا كذلك عود امر يجب ان ننتبه اليه، لانه ما زال يعمل الى يومنا هذا في ظروف اخرى في جو اخر، ولكن ما زال قائم. المغرب مجال استعمار، عندما يعني شربت عناق الاستعمار لاحتلال البلاد كانوا يعرفون ان المغرب يمتد من المحيط الاطلسي من اولا من البحر المتوسط، من شواطئ البحر المتوسط الى نهر النيجر والسنغال. هذا هو المغرب، هذه الامامه المغربيه. Le Maroc était reconnu, je le répète, comme un véritable état. Il y avait le Magzen dont on parlait au début de la Troisième République, il n'y a pas de problème. C'était un véritable état, alors que l'Algérie n'était pas vraiment un état. C'était une série de pouvoirs ottomans, représentant l'Empire ottoman, plus ou moins décharné, plus ou moins oublié par Istanbul. Bon, le Maroc est un véritable état. C'est d'ailleurs le seul état d'Afrique du Nord à avoir résisté à la poussée ottomane. L'Algérie se trouve tout d'un coup pourvue du Sahara, dans la contiguïté de l'Algérie géographique, tandis que le Maroc voit sa même contiguïté saharienne contestée. Et en plus, l'Algérie veut faire pression sur le Sahara, qui est dans la contiguïté du Maroc. Et la France, qui considérait l'Algérie comme partie de la France, et donc qui tendait à étendre les frontières de la France, c'est-à-dire de l'Algérie en fait, le plus loin possible. Ce qui fait que la région de Tindouf, je me rappelle toujours Abderrahim Bouabid qui disait qu'on nous rende notre Tindouf. وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان. في سنة 1957 كان قام بهذا الجولاه ديال الصحراء وصل حتى لمحمد الغزلان. ذاك الوقت في الخطاب ديالو طالب بتحرير الأقاليم الصحراوية، وذاك الساعة فرانكو كان امتنع ما استجبش لطلب جلالة الملك. في هذه المرحلة جات الفكرة ديال تحرير المناطق اللي باقة مستعمرة من طرف فرنسا وإسبانيا. من طرف فرنسا تنعنيو تندوف، تنعنيو موريتانيا، تنعنيو الكويرة، تنعنيو المناطق اللي كانت تحت الجيش الفرنسي. الإسبانيين وهادشي باش غادي نقول لك مدوا لنا يد المساعدة، إفني طنطان طرفايا العيون داخلة أو سرد، اقتنعت واحد المجموعة من هاد الجيش اللي كان هنا وخات عهد على نفسها أنها تكمل تحرير المغرب وتحرير المناطق اللي هي ما شملهاش التصريح ديال جورج مارس. هذيك الفترة كنت مسؤول ديال المنظمة السرية، المنظمة السرية اللي استمرت وهي اللي كونت كذلك جيش التحرير اللي تكون في الشمال ومن بعد كذلك اللي تكون في الجنوب. كنت مقابل ديك الساعة القيادة اللي تترتبط بمدريد، تترتبط بإفني، تترتبط بالناظور اللي فيه القيادة جيش التحرير، بحيث كنت في هذيك الفترة في أواخر نوفمبر ثم في ديسمبر 55.
اجتماع وقع بالفقيه المصري ومن همه المسيوي اللي هو مسؤول الاول في جيش التحرير، انا كنائب ديالو، والسي محمد كاملي والفقيه المصري. هذا اجتماع حضرت له ولا بدا نقولوا شفنا فيه محمد الخامس وعطانا التعليمات ديالو. قبائل الصحراء لقيناهم مجاهدين، ماشي عاد جينا نقول لهم اجيو تجاهدوا، لقيناهم مجاهدين وبسلاحهم. والشباب يقوموا نصلي في الجهاد، يقوموا ملي باب الحرب لين يولي تحراب المحاربين، والشيبان يعمل باللي هو جهد الشائبين يا أمة محمد طه. معناها ان الناس كامله اندمجت في جيش التحرير وقامت كامله ضد الاستعمار بنياقها وبجمالها وبقربها وبكل شيء لها وبصفتها وبترابها. كاين دابا اللي كيتسائل تيقول لك كيفاش جيش التحرير قطع هاد المنطقه ديال واد الذهب وعمل معركه في ادرار. كيستغربوا، ولكن في واحد النهار في العيون قلت لهم حنا ما كانوا عندنا لا طائرات لا والو، كان الايمان كان سلاح. هو الاسبانيين ملقوا بيقول المنطقه كلها وفيها معسكرات ديالهم وداز جيش التحرير بلا ما يشوفوه، اتفقوا على جيش التحرير على اساس يقضوا عليه في المنطقه ديال الصحراء. هذه هي اللي كتسمى اوكوفيو. في عام 1958 تعرض جيش التحرير في الأقاليم الصحراوية إلى هجوم مكثف مشترك للقوات الإسبانية ونظيرتها الفرنسية بهدف الضغط على هذا الأخير من أجل الإطاحة به. وكان هجوم التحالف الإسباني فرنسي بدريعة أن جيش التحرير كان هو السباق لمهاجمتهم، وهذا ما عرف بعملية إيكوفيون. في مشكلة كبيرة جدا تبناها محمد الخامس بعد كده، وكان لي شرف ان انا اكون اول واحد عرفها. عبد الناصر شكل وفد رسمي لتهنئة محمد الخامس بالعودة وتهنئة الشعب المغربي بالاستقلال. فوجئت باثنين من زعماء الجزائر اللي موجودين في القاهرة، وهما احمد بن بلة ومحمد خيدر جولي في المكتب، وقالوا لي انت مسافر مع الوفد، عايزين نحملك رساله انك تقول لهم في المغرب ان هم استقلوا واصبح عندهم مسؤوليه انهم يساعدوا الجزائر في استقلالها. الى ان وصلنا المغرب قدمنا التهاني، وقرر الملك ان يوزع علينا اوسمه مغربيه تحيه وتخدير. فلما جاء يقلدني الوسام فوجئت بجلالته بيقول لي عبارة: احنا ليس لدينا وسام يساوي ما بذلته من جهد مع ثورة المغرب. انا وجدتها فرصة وتجرأت وقلت له: مولاي الملك، انت عندك وسام كبير انا عايزه. قلت له: وسام أن تساعد المغاربة الجزائريين. فوجئت بالملك بيرد علي على ما أذكر، وقال لي: أنا رجل مؤمن وأعلم أن الدين أول شيء يدفع عند توزيع الميراث على الوارثين. وإننا نطلب في هذه الساعة من شعبنا الملتف حولنا والذي أثبت بتضحياته وكفاحه معنا
مقدار تعلقه بالحرية واستبساله في سبيلها أن يسافرنا الليلة ونهار غد في الإعراب عن تضامنه وتأييده للشعب الجزائري المكافح في سبيل حريته واستقلاله، فيدعو له في أعقاب الصلوات ويبذل ما يطيقه من المساعدة المادية والأدبية لتخفيف آلامه وأوصابه بواسطة مؤسسة التعاون الوطني وفي نظام، ذاكراً أن كل ما يعمله في هذا السبيل يساعد على تعجيل حل مشكلة الجزائر ويفسح المجال لتحقيق أهداف المغرب العربي في الحرية والوحدة. في 22 من أكتوبر 1956 اعترضت المقاتلات الحربية الفرنسية في عرض السواحل الجزائرية طائرة مغربية، حيث كانت هذه الطائرة تقل ركاباً استثنائيين أحمد بن بلة، محمد بوضياف، الحسين أيت أحمد، محمد خيدر ومصطفى أشرف، وهم قادة الجبهة الوطنية الجزائرية. هذه الطائرة كانت وجهتها تونس، وتفسير ما حدث سيأتي على لسان بن بلة وما قاله في محضر الشرطة. اسمي بن بلة محمد، أحمل جواز سفر مصري باسم مزين محمد سعود، وأحمل كذلك جواز سفر مغربي باسم غرباوي محمد بن عبد السلام المزداد بتاريخ 1926 بمدينة الدار البيضاء، وأعمل كميكانيكي. أنا أحد قادة جبهة التحرير الوطنية بالقاهرة. تحاورنا مع السلطان محمد الخامس حول الدور الذي ينبغي للمغرب أن يلعبه كوسيلة ربط بين الغرب والعالم العربي. لم نستطع اتخاذ أي قرار بسبب غياب بورقيبة، وهذا السفر إلى تونس كان الهدف منه الالتقاء به ومناقشة هذا الموضوع من أجل الخروج بقرار موحد بين المغرب وتونس والجزائر. يتكون وفدنا من 5 أعضاء، وقد قدمنا إلى هنا عبر طائرة تجارية مغربية، وكانت وجهتنا تونس، ولم نعلم أننا في الجزائر إلا وعناصر الجيش الفرنسي تداهمنا. توقيع بن بلة وضابط الشرطة صلاص. Oui, ça c'est vraiment, et c'est le seul moment, je pense, où Mohamed V a un moment haï la France. Je pense que là, il a jugé que on avait failli faillir à ses devoirs d'hôte tellement sacrés en islam et dans le monde arabe. Et je crois que là, il en a vraiment voulu à la France, voulu au gouvernement de Guy Mollet. Et je pense qu'il a été vraiment reconnaissant à mon ami Alain Savary, ministre des Affaires marocaines et tunisiennes, et à l'ambassadeur Pierre Deleuze de Rabat, de démissionner contre cet acte indigne du détournement de l'avion parti de Rabat, et avion qui était, je crois, qui relevait de la puissance marocaine. Et je crois qu'il y a eu atteinte, d'une certaine façon, à l'honneur du Maroc. Et ça, l'honneur du Maroc, le souverain et son fils y étaient très attachés. Et je crois qu'il y a eu quelque chose de vraiment... Là, il y a eu une vraie crise en profondeur. Cet acte de piraterie, il faut appeler les choses par leur nom, a bouleversé Mohamed V à tel point qu'il ne voulait plus revenir par l'avion d'Air Atlas. جامعة الدول العربية، منظمة الوحدة الإفريقية، دول عدم الانحياز، الأمم المتحدة، كلها منظمات فاعلة في تدبير وترسيم مستقبل سياسات العالم. كان الملك محمد الخامس حافزاً بقوة من خلال آرائه التحررية ومبادئه الديمقراطية، منبعها الحرية، فكان الصوت مسموعاً والمغرب حاضراً بقوة، وزيارته إلى مصر وعدد من الدول خير دليل على مكانة الرجل. كان هو عمل هذاك الجولة في العالم العربي، مشى الأردن ومشى لسوريا ومشى القاهرة باش يربط العلاقات ديالو مع الدول العربية، لأنه المغرب أصبح عضو في الجامعة العربية. جاء محمد الخامس
قبل صلاة المغرب بنص ساعة، ومعاه عبد الناصر، وقعدوا وزاروا ضريح الإمام الشافعي، صلوا المغرب، وبعدين الملك يبدو إنه جاي ودارس جغرافية المنطقة، لأنه سأل هل ضريح الإمام التونسي مجاور؟ مشوا الاثنين ومعانا شيخ من هناك اسمه عبد الخالق يدلهم على الطريق، واحنا معاهم طبعا لغاية ضريح الإمام التونسي في وسط آلاف مؤلفة من الشباب، كل الهتاف اللي بيقولوه الله أكبر عاش الملك المسلم، الله أكبر عاش الملك المسلم. وكانت زيارة طيبة للأهالي، وكانت زيارة تاريخية بالنسبة للحي، لأن الأول مرة يزور ملك مسلم ضريح الإمام الشافعي في تاريخ الإمام الشافعي كله. كان التفكير ينصب على البناء والتشييد على أكثر من واجهة داخلياً وعلى جبهات مختلفة خارجياً لإسماع صوت المغرب وإقرار مكانته الإقليمية والدولية، فتم استقبال جلالة الملك محمد الخامس من طرف الرئيس الأمريكي أيزنهاور، حيث ألقى جلالته كلمة مؤثرة وحاسمة في بناء علاقات قوية مع دولة قوية. كان المغرب أول دولة اعترف باستقلالها، معادلة الاستقلال ستبرز أهمية الحرية، واستقبال الملك محمد الخامس وزيارته للكونغرس الأمريكي سيعطي دفعة لانفتاح المغرب ورفع العلم المغربي، ليبقى هذا الأمر بصمة خالدة. Your Majesty, it is my great pleasure to speak for the American people in welcoming you to this land. It is a particular distinction that I have because the records show that your nation was one of the very first in the early days of our existence to give us the encouragement and moral support of your recognition of us as a nation. وعلى حسن الاستقبال الذي شعرت به وأنا أطأ ترابها، وإنه استقبال يبعث على التفاؤل والثقة في مستقبل العلائق بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية. سيكون بعد نظر الملك محمد الخامس عميقاً، حيث ستنفتح سياسته في اتجاه التقارب مع الدول الإفريقية التقدمية من أجل الوحدة ضد القوى الاستعمارية الغربية. فاستقبل الزعيم الوطني الكونغولي باتريس لومومبا سنة 1960، وأعلن عن استعداده لتقديم المشورة والنصح له، كون التجربة المغربية في المقاومة والنضال أضحت مثالاً يقتدى به.
Mais à la fin, Mohamed V s'était éloigné de la France. En lançant le groupe de Casablanca, en préconisant le panafricanisme avec les États africains qui étaient les plus sensibles à la thématique du néocolonialisme, qui étaient les plus partisans de rompre avec les métropoles, il fait, si j'ose dire, un virage à gauche. Mais c'est à l'époque du gouvernement Ibrahim aussi. Donc tout se tient. Enfin, il y a aussi des calculs par derrière, donner des gages à ce gouvernement. مغرب مستقل أوراش هامة على كل المستويات انفتاح كبير على العالم كلها عوامل جعلت من الرباط عاصمة دولية تحظى باحترام الجميع. فجأة تحل الكارثة، زلزال أكادير الذي كان له أثر كبير في نفسية الملك محمد الخامس وفي نفوس الشعب المغربي قاطبة. الحمد لله شعبنا الوفي، نخاطبكم بقلب مملوء بالأسى ولسان يعقده الحزن، إذ حلت اليوم بوطننا نكبة من أعظم النكبات وأقساها، وزلزلت الأرض بأقدير زلزالا هدم بنيانها وأهلك سكانها وتركها خرابا، وقد كلفنا ولي عهدنا الحسن بالإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعاف والإقامة هناك لتنفيذها، كما كلفنا ابنة الأميرة عائشة بتنظيم حملة في عموم المملكة لجمع التبرعات للمصابين، وخصنا الاعتمادات المالية الضرورية للإسعافات الأولية. وإن الواجب الإنساني والديني والوطني لا يحتم على كل فرد منا أن يسارع لنجدة من بقي من إخوانه في تلك المدينة المنكوبة، ويمد لهم كل ما يطيق من مساعدات نقدية وغيرها، مبرهن بذلك على شعوره الأخوي ومؤدي واجبه الديني والوطني. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. محمد الخامس تجاوب مع الآلام ديالو، مع الآمال ديالو، الشعب قدسو واحترمو. أنا كيفاش عرفت وكيفاش فهمت محمد الخامس، وهو أن أولا كنعطي ربي واحد النوع ديال القوة والتفكير وحب بلاده، ماشي ها هو ملك وصافي كيحكم أو كي، لا يعني خصو بلادو اللي دخل عليها في الاستعمار خصو يزول داك الاستعمار. Je dois dire que sous Mohamed V, 56-60, le Maroc a eu des progrès non négligeables. الجسد بلا رأس لا جسد، وكذلك الرأس بلا جسد رأس مقطع، هذا ما فيه لا شك ولا خلاف. هنا الإمامة العلوية هي رأس المغرب، هي التي تسير بهذه الأمة على درب التوراة التي نعيشها. أحب من أحب وكره، نحن في توراتنا أحب من أحب وكره، يعني كل واحد منا علينا أن لا نقف عند الاعتزاز بهذا التاريخ، علينا أن نتطلع إلى الآخرين، علينا أن نبحث عن طرق التي أوصلت بالآخرين إلى طريق سليم، بحيث تنبغي نقول بأن دراسة التاريخ والاعتزاز بالتاريخ لا ينبغي أبداً أن يكون حاجزاً بيننا
وبين نظر الآخرين. Le combat de libération d'un pays doit passer par plusieurs phases. D'abord une phase de libération politique. Et c'est celle-là même que, durant 30 années, mon regretté père a entreprise et a réalisé grâce à Dieu, grâce à l'attachement de son peuple.